حول هذا ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مكتب الشورى العام بجماعة الإخوان المسلمين المهندس مدحت الحداد. مهندس مدحت، مبادرات كثيرة طرحت منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، ما الجديد من وجهة نظرك في دعوة البرادعي لتوحيد المعارضة المصرية هذه المرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف خلق سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن هذه التغريدة، لا أقول مبادرة لكن هي تغريدة من الدكتور البرادعي، لن تأتي بعد توقف طويل عن التغريد أو عن حتى المساس بالسياسة المصرية، ربما جاءت في وقتها أو في محلها. أنا لا أتوافق مع التقرير اللي بيقول أن يعني هذه التغريدة جاءت في وقت يعني المعارضة منقسمة عن نفسها. لا، المعارضة المصرية الآن في أفضل حالتها منذ 5 سنوات، وهي يعني قاب قوسين وأدنى من التوحد بإذن الله تعالى في مواجهة الانقلاب العسكري الغاشم الذي يدير مصر الآن بالحديد والنار. تغريدة البرادعي يعني تتوافق بالكلية مع كل آراء ووجهات نظر المعارضة المصرية المختلفة في ضرورة التوحد، لأن الكل اكتشف أن مجرد الاتهامات والمناوئات بين أطراف المعارضة إنما تمكن النظام العسكري من غرز مخالبه أكثر وأكثر داخل النظام المصري. تغريدة البرادعي حقيقة يعني جاءت في وقت متميز جدا جدا لدعم وحدة المعارضة المصرية. طيب أستاذ مدحت، ذكرت في سياق كلامك أنك تختلف مع ما جاء في التقرير أن المعارضة المصرية قاب قوسين أو أدنى من التوحد الآن، كيف يمكن أن تبرهن على هذا الكلام؟ هل هناك اجتماعات جارية الآن؟ هل هناك رشحت قرارات لأشياء ربما تحدث في الغد القريب؟ نعم، المعارضة المصرية الآن في الخارج بالذات تلتقي كثيرا في هذه الأيام، نبذت كل خلافاتها، اتفقت مع بعضها أنه لا ضرورة على الإطلاق لبث الفرقة بين الجموع المصريين أو استرجاع الماضي أو المحاسبة أو الاتهام، أنت كنت سبب في كذا، لا أنت اللي عملت كذا، أنت اللي سويت كذا، كل ده مش قيمة الآن ومش معنى الآن، لأن النظام العسكري جاثم على الشعب المصري ويدير الأمور بالحديد والنار. فلا سبيل أمام المعارضة إلى التوحد. اكتشف هذه المعارضة ذلك، وهي الآن تتفق على سبل وآليات هذا التوحد. الكل اتفق على بند واحد أو نقطة واحدة، وهي ضرورة كسر النظام العسكري الانقلاب الغاشم حتى تعود مصر إلى مسيرتها الديمقراطية التي بدأتها في عام 2011، وتعود مصر إلى نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي يدير شعب مصر في نفسه بنفسه. طيب كيف يمكن أن يتم ذلك في ظل حملات الاعتقالات المكثفة وحكم البلد كما يقال بالحديد والنار والاعتقالات المستمرة والقتل خارج إطار القانون والإعدامات؟ كيف يمكن أن يتم ذلك؟ ما هي الخطوات العملية التي يمكن أن نقيس عليها التي ربما يسأل المشاهد عنها الآن؟ المعارضة بعد 5 سنوات كما تقول مهندس مدحت توحدت أو قاب قوسين أو أدنى من التوحد، ما هي الخطوات التي ستسير عليها المعارضة لكسر هذا الانقلاب العسكري؟ لا فيش علاقة بين ما يحدث داخل مصر وتتفق عليه المعارضة. النظام العسكري ماشي في غيه، ويعني لا أقول أنه يقدم لنا خدمة جليلة، بأنه يوحد الآن جموع الشعب المصري لضرب جميع فئات الشعب المصري وبلا أي استثناء. حتى الحادثة الأخيرة بتاعت الأنبا صمويل، دير الأنبا صمويل في المنيا، جاءت لكي يفيق الأقباط في مصر ويعلموا أن دعمهم للنظام العسكري المصري فهو إلا هراء لا سبيل له. الكل واقع تحت دمار النظام العسكري. المعارضة الآن تحاول أن تتفق بإذن الله تعالى على خط سير واحد وأداء واحد في مواجهة النظام العسكري حتى يكون لها صوت واحد عالميا في ممثلا لجموع المصريين وداعيا إلى الدنيا بأسرها إلى أن تقف في مواجهة هذا الانقلاب الذي لا يمثل شعب مصر من قريب أو بعيد. نعم، طيب الدكتور إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ثمن هذه المبادرة، مبادرة الدكتور محمد البرادعي الآن. والدكتور محمد البرادعي للحقيقة له تجربة سابقة عندما جاء وترأس الجمعية الوطنية للتغيير بعد ثورة يناير، فكان له موقف في هذا الأمر. هل تعتقد أن عودة البرادعي للمشهد
هذه المرة يمكن أن يحيي المياه الأمر من جديد ويحرك المياه ربما الراكدة حتى الآن؟ في نقطتين مهمتين. نعم. لما نقول أن الدكتور الأستاذ إبراهيم منير ثمن مبادرة البردعي، لابد أن نقول أن الأستاذ إبراهيم منير قد اشترط على البردعي أن يتبرأ تبرؤ حقيقي مما تم من هذا الانقلاب العسكري الذي شارك هو فيه باعتباره كان نائبا للرئيس الجمهورية المزعوم اسمه القاضي بتاع عدلي منصور. نعم. يعني لابد البردعي أن يتبرأ من هذا. احنا مش عايزين حد يطلع يقول أنا أخطأت وأنا أعتذر وأنا وأنا وأنا، لكن أن يتبرأ من هذا النظام العسكري. أما وجود الدكتور بردعي في داخل المعارضة المصرية لمواجهة الانقلاب العسكري، فإحنا في أمس الحاجة إلى أي مواطن مصري حقيقي يدافع عن الحقوق الديمقراطية للشعب المصري ويقف في وجه النظام العسكري. والبردعي ليس مواطن عادي، ولكنه شخصية عالمية لها تأثير ولها وزن ولها دور في مخاطبة العالم الغربي. فالمعارضة تحتاج الآن إلى أن يكون داعما لها في مواجهة النظام العسكري في مصر. المهندس مدحت الحداد عضو مكتب الشورى العام بجماعة الإخوان المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.